هنلعب في المرمى اللي على شمال الملعب مشاهدينا الأفاضل، وهنشوف مين اللي هيبتدي بالتسديد في ركلات الترجيح ما بين البنك الأهلي والطلائع. كابتن صبحي العمراوي وأبو جبل اللي هيكون في المرمى في أول كرة، يعني فريق الطلائع هيبتدي في ركلات الترجيح بالتسديد وتعليمات أخيرة من الكابتن صبحي العمراوي لمحمد أبو جبل جاباسكي اللي تألق في أثناء المباراة في مواجهة مباشرة، مواجهة فردية مع محمود وادي. أول كرة للطلائع محمود وادي، ومحمد أبو جبل في الضربة الأولى. محمود وادي ومحمد أبو جبل، بطاقة التأهل ستحسم بعد لحظات الضربة الأولى وتمتد للضربة الخامسة إذا استمر التعادل، لكن ما علينا من الضربة الأولى وما علينا من الخمسة. التصويبة الأولى، المشهد الأول، محمود وادي وأبو جبل وصفارة من صبحي العمراوي، بيتقدم محمود وادي حطها في المرمى، في المرمى بعد ما خدت إيد أبو جبل ودخلت. الضربة الأولى لفريق الطلائع بيمينه محمود وادي، تاخد ايد ابو جبل وفي الشبكه يسجل محمود وادي. الضربه الاولى حطها جامده، تاخد ايد ابو جبل اللي رايح معاها وفي الشباك، 1-0 لفريق الطلائع. ضربه التقدم الاولى من محمود وادي في الشبكه، محمود المهاجم الفلسطيني لفريق الطلائع يسجل. وادي امام حضراتكم ردود الفعل على لعيبه البنك الاهلي وسعيدو سومبوري. سعيدو المدافع رقم 4، سعيدو صاحب ال 30 سنة البوركينابي، عنده هدف في مرمى سموحة ولعب للداخلية ولعب للمصري ولعب للاتحاد، بينما ضربة الجزاء دلوقتي في فترة لعبه مع البنك الأهلي المدافع البوركينابي. وعمر رضوان خد خطوة لورا، سعيدو ضيع. عمر رضوان قلت لحضراتكم خد ركلتين لورا، ولسه هقول شكله كده سعيده مش مركز قوي، ولكن هو شاط على طول، هو ظهر في المشهد على طول سعيده حطها، وعمر رضوان يطير ويبعدها، وتبقى النتيجة بتقدم فريق الطلائع بهدف. عمر يتصدى لركلة الجزاء الأولى من سعيده. محمد حتحوت وأبو جبل، إما مضاعفة النتيجة أو أبو جبل مرة أخرى يدي فرصة تاني لفريق البنك الأهلي. سجل الطلائع بينما أهدر البنك الأهلي، مرة تانية فرصة للطلائع من محمد حتحوت في المواجهة الفردية في ركلات الترجيح. حتحوت يشوط، ولكن أبو جبل مش هتفوت، يصدها محمد أبو جبل ويعيد مرة أخرى الأمل لفريق الطلائع في التعادل. لسه الضربة الثانية، لسه داخل فريق الطلائع فريق البنك الأهلي يشوط الضربة الثانية، إنما أبو جبل خبرة كبيرة وداخل حاطط هتحط برجله الشمال على شمال أبو جبل، ولكن يطير عليها ويصدها أبو جبل. هذه رد الفعل على لعيبة البنك الأهلي. كريم بامبو، يا كريم، كريم بامبو، والضربة الثانية لفريق البنك الأهلي يبحث بيها عن تساوي الكفة ما بين الفرقتين، يبحث بيها عن هز شباك عمر رضوان. الضربة الثانية يا كريم، يا لعيب، حلوة. أو اسمحوا لي مشاهدينا الأفاضل أستخدم يا حريف، شوف حطيتها إزاي يا ولد، وقف واقفة كده، لقى عمر رايح شمال على طول ببطن رجله وحطها في الجانب الأيسر. عمر رضوان واليمين بتاع عمر في المرمى يعني، والشمال ل
عمر في المرمى، حطها هو على شمال عمر رضوان، على يمين كريم بامبو. واسلام محارب، اسلام يا محارب، اسلام وابو جبل، اسلام محارب. والضربه الثالثه لفريق الطلائع، زي ما حضراتكم كل فريق سجل واحده واهدر واحده، الثالثه مفترق الطرق، الثالثه يا اسلام حطها ويصدها ابو جبل، ويصدها ابو جبل، يصدها ابو جبل. مش معقول، مش معقول، الثلاثه رايح معاهم، الثلاثه رايح معاهم، واحده خدت ايده ودخلت والاثنين صدوا، والاثنين صدهم. يهدر الضربه الثالثه اسلام محارب، لكن يتالق فيها ابو جبل، يتالق فيها ابو جبل، ويستمر في تالقه الحقيقه اثناء المباراه. حاططها اسلام محارب ببطن القدم على يمين ابو جبل اللي بيطير عليها على طول ويبعدها الى خارج الملعب. خلاص كده ثلاثه من فريق الطلائع، ثلاث كرات والثلاثه فيهم واحده بس، بينما فرصه كبيره جدا لفريق البنك الاهلي من محمد بسيوني، داخل بسيوني، يتقدم بسيوني، يحطها بسيوني جول، يحطها بسيوني جول، يحطها ويودي التقدم في ركلات الترجيح لفريق البنك الاهلي. حطها حلو بسيوني، حطها حلو بسيوني، داخل بقوه على طول وفي منتصف المرمى، واخده شويه لا في منتصف المرمى، تقدر تقول في منتصف المرمى، لكن جول في شباك عمر رضوان. يقترب مرة أخرى فريق البنك الأهلي من بطاقة التأهل، وداخل كريم حلاوة، داخل لاعب فريق الطلائع كريم حلاوة رقم 28، والضربة الرابعة لفريق الطلائع. بيطلب أبو جبل إن الكرة تحط على الحلامة، كريم حلاوة في الضربة الرابعة. كريم الآن يا كريم، الآن يا كريم، الآن القلق على كريم، والكرة من كريم ويحطها حلوة حلوة حلوة، رايح معاها أبو جبل، إنما حاططها في أبعد حتة في المرمى، في أبعد حتة في المرمى، ويظهر كده إن هو أبو جبل يعني يوبا حطها حلوة، حطها حلوة، رايح معاها أبو جبل، إنما في 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 جنب الهايم على طول، بعيده. لا والله ولا بعيده ولا حاجه، ابو جبل اللي اتاخر حطها، وابو جبل رايح معاه، انما عدت من تحت ايده، والكوره في الشباك، الكوره في الشباك. محمود السيد، محمود السيد، و الضربه الرابعه لفريق البنك الاهلي، وكابتن صبحي العمراوي بيطلب من عمر رضوان، ملوش دعوه بمحمود، يقول له اديله الكرة يا عمر وارجع مكانك. الضربة الرابعة، الضربة الرابعة لفريق البنك الاهلي، محمود السيد، يتقدم محمود، يتقدم محمود، ويشوط في المدرج، محمود في المدرج يا محمود، بعيدة بعيدة بعيدة، محمود بيشوطها بره خالص، بيشوطها بره خالص، عالية يا محمود، عالية يا محمود، عايز يحط فيها قوة، انما زيادة جدا، زيادة جدا. والتعادل، التعادل، التعادل، المباراة متعادلة كليا. الضربة الخامسة ضربة الحسم مشاهدينا الأفاضل، لو حد ضيع أو حد سجل خلاص، خلاص تقدر تقول إن إحنا من دلوقتي بنلعب واحدة واحدة، تقدر تقول إن إحنا بدأنا في ضربة وضربة من دلوقتي، بس إحنا لسه في الخمسة، لسه في الضربة الخامسة يا أحمد يا متعب، لسه في الضربة الخامسة أحمد متعب. و عشان تزيد الامور اثاره، شوف نقطه البينالتي عامله ازاي، شوف نقطه الجزاء عامله ازاي. احمد متعب برجله الشمال، وابو جبل في المرمى، احمد متعب، وتقدم من متعب، وشوط في المرمى، جول في المرمى، جول، الثلاثة اتنين للطلائع، الثلاثة اتنين للطلائع. خلاص خلاص، دي الأخيرة، دي الأخيرة، مين اللي عليه الضغط الكبير من فريق البنك الأهلي وداخل يشوط دلوقتي؟ إما تعادل أو فوز ل فريق الطلائع، تعادل وتستمر الامور، او فوز لفريق الطلائع والتاهل. خلاص خلاص، هي الخمسه مشاهدينا الافاضل، هي الخمسه المتعارف عليها في انهاء الامور، اما ان تسجل وتستمر المباراه للضربه وضربه، او خلاص يتاهل فريق الطلائع اذا نجح عمر رضوان انه يتصدى. خلاص الاخيره، وهنشوف مين اللي داخل. محمد هلال، محمد هلال افضل لاعب في تسديد ركلات الجزاء في فريق البنك الاهلي، المتخصص في تسديد ركلات الجزاء في تشكيله فريق البنك الاهلي. هلال وعمر رضوان،
هلال وعمر رضوان، الخمسة من فريق البنك الأهلي. هلال يتقدم، هلال يحطها، لعيب يا لعيب يا لعيب يا كبير يا محمد يا هلال، حلوة حلوة حلوة. تعادل تعادل، لسه مكملين لسه مكملين مع حضرتك، والواحدة واحدة حطها حلوة قوي قوي قوي. بقول لحضراتكم المتخصص في تسديد ركلات الجزاء هو محمد هلال يا ولد يا لعيب، والنهاردة في ركلات الترجيح بيسجل في ركلة. شوف برضه عمر رضوان راح باتجاه، انما اتثبت عمر رضوان في اللقطة اللي فاتت. يا حظك يا هلال، ده عمر خد خطوة، ده شوف قريب منها ازاي، مش معقول. هو المتخصص في تسديد ركلات الجزاء في أثناء المباريات، ودلوقتي في ركلات الترجيح بيسجل. عندنا واحدة واحدة، خالد سطوحي وأبو جبل، خالد المدافع كابتن التيم، ومحمد أبو جبل. خالد يتقدم ويشوط ويحطها في الشبكة. يا ولد يا خالد يا ولد يا خالد، أعصاب حديد، أعصابك حديد يا خالد يا سطوحي. يسجل ويتقدم الطلائع. فريق البنك الاهلي في موقف صعب في ركلات الترجيح، لان دايما بيلعب على التعادل. لو ما صدش ابو جبل، اللاعب اللي داخل من فريق البنك الاهلي بيبقى عليه حمل كبير جدا. ادي الكره حاططها خالد سطوحي في الزاويه اليمين بتاعت ابو جبل، ورايح ابو جبل على شماله، وضربه الترجيح رقم 6 لصاحب القميص رقم 6 محمود الجزار. 6 من فريق الطلائع. خالد سطوحي دخل شط وسجل، والجزار بيدخل ويشوط ويسجل ويسجل ويسجل. شوف شوف الجزار ورد فعله وفرحته بتسجيله للضربة الستة، والتعادل مستمر. مشاهدينا الأفاضل، بطاقة التأهل لم تحسم بعد، واحدة واحدة مستمرين في ركلات الترجيح. الجزار حاططها و في نص الجول شويه من الطرفه ناحيه الشمال، ورايح عمر رضوان في الناحيه الثانيه. ادي فريد شوقي اهو، و لسه المباراه لم تحسم، البطاقه لم تحسم. محمد فتح الله، محمد فتح الله وابو جبل، محمد فتح الله وابو جبل. يتقدم فتح الله، يتقدم فتح الله ويشوط. والله ما تتصدى ابدا، والله ما تتصدى ابدا، والله ما تتصدى ابدا. وفتح الله شايطها جامده جدا، و هدف لمصلحة فريق الطلائع، ويبقى فريق البنك الأهلي في نفس الوضع، في وضعية الضغط على اللاعب اللي داخل يسجل من أجل التعادل والبقاء في المباراة، من أجل التعادل والبقاء في المباراة. في نص الجول بوش رجله، ما فيش فيش هزار أهو، جامدة جدا جدا محمد فتح الله. و يبدو إن مين داخل؟ هنشوف. ده 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 محمد فتحي، ده محمد فتحي، محمد فتحي، ومحاولة لاستمرار التعادل في أرضية الملعب. لو سجل نستكمل ركلات الترجيح، لو ضاعت مبروك لفريق الطلائع. يتقدم فتحي، يتقدم فتحي، يتقدم فتحي ويشوط. يا لعيب يا لعيب يا لعيب، مستمرين مستمرين مستمرين، ومستمر فريق البنك الأهلي في الدفاع عن بطاقة التأهل، وأيضا فريق الطلائع. يا ترى يا أبو جبل مين اللي داخل الشوط اللي جاية، ويا ترى يا عمر رضوان مين اللي داخل الشوط اللي جاية. أدي محمد فتحي حاططها حلو قوي، حاططها حلو قوي 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 محمد فتحي، وبعقل وببطن القدم في ارتفاع متر ونص فوق، حلوة من فريق البنك الأهلي. و يستمر التعادل في أرضية الملعب، يستمر التعادل في ركلات الترجيح. وداخل من فريق الطلائع علي حمدي، علي حمدي داخل، علي وقدام أبو جبل، علي وأبو جبل، علي وأبو جبل. يتقدم علي، حطها حلوة 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 من علي، حلوة من علي حمدي، حطها في الزاوية اليمين لأبو جبل رايح معها، إنما جامدة جدا وفي ارتفاع مميز الحقيقة من علي، حطيتها حلوة قوي قوي الحقيقة، حلوة 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 حلوة. علي حمدي شوف حطيتها فين، في سقف الجول، في سقف الجول، ما تتصدش أبدا. وهدف لمصلحة الطلائع. يبحث البنك الأهلي عن التعادل، واللي داخل ده إسحاق يعقوبو، ده إسحاق يعقوبو صاحب القدم اليسرى في تشكيلة فريق البنك الأهلي، اللاعب الغاني إسحاق يعقوب. إما الطلائع
يتأهل أو تعادل، يتقدم يعقوب ويحطها في الشبكة، يحطها في الشبكة. وادي رقصة سريعة كده عشان في ركلات الترجيح، حطها حلو والله إسحاق يعقوب، ويبقي النتيجة في حالة التعادل. الواحدة وواحدة شغالة، كله بيسجل كله بيسجل. حطيتها على طول بالقدم اليسرى على شمال عمر رضوان اللي طرف اليمين، لسه 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 لسه. ويا ترى مين من الحراس هيقدر انه يبقي فريقه في بطولة كأس مصر؟ ابو جبل ولا عمر رضوان؟ اهو ادي الحوار المباشر، حوار مباشر. عمر رضوان حارس المرمى، عمر رضوان في مواجهة ابو جبل، وعمر في دور مصوب ركلات الترجيح. يتقدم عمر رضوان بهدوء. يا عمر يا لعيب، يا عمر يا لعيب، يا لعيب يا لعيب. حلوة 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 حلوة. واخر كرة لفريق الطلائع دي بقى الواحدة واحدة. لو ابو جبل دخل شاط، لو ابو جبل دخل شاط. حطيتها حلوة قوي عمر رضوان، حطيتها حلوة قوي عمر رضوان. التقدم للبنك الاهلي لو سجل فريق، التقدم لفريق الطلائع عفوا لو سجل فريق البنك الاهلي يبقى تعادل. اوه ابو جبل، اوه يا ابو جبل، يتقدم ابو جبل، عمر رضوان سجل، وابو جبل يشوط ويسجل. حلوة 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 حلوة. الحارس هنا سجل والحارس هنا سجل، الحارس هنا سجل والحارس هنا سجل. حطها عمر رضوان حلوة، وحطها أبو جبل أحلى وأحلى الحقيقة. يعني بوش رجله في اليمين جامدة جدا جامدة جدا جدا، وفي الشبكة يا محمد أبو جبل. حطيتها أبو جبل بوش رجله، وضربة جديدة لمصلحة فريق الطلائع. وادي وادي محمود وادي داخل يشوط، محمود وادي، محمود وادي ومحمد ابو جبل. ركلات الترجيح، ابو جبل ووادي، يتقدم وادي ويشوط، وابو جبل يتألق، ابو جبل يتألق وينقذ المرمى من هدف التقدم، ويحول الامور لركلة الفوز للبنك الاهلي. اذا سجل يتأهل، اذا سجلها يتأهل. محمود وادي داخل شايط بمنتهى القوة، ولكن ابو جبل بامتياز، ابو جبل بامتياز يحط ايدين الاتنين ويوقف الخطورة، ويوقف زحف فريق الطلائع على فريق البنك الاهلي، وفي ركلات الترجيح وتسجيله لهدف التقدم الدائم. التهويشة، على التهويشة الاولانية لابو جبل لوادي، وفرحة كبيرة. لكن الضربة الاخيرة، الضربة الاخيرة لفريق البنك الاهلي، يا ترى مين اللي هيشوط؟ يا ترى مين اللي ده هلال 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 يتقدم، يتقدم هلال ويشوط، هلال في الشبكة. خلاص خلاص خلاص، يتأهل بعد ماراثون طويل في ركلات الترجيح وفي المباراة. فريق البنك الأهلي بركلات الترجيح يسجل هلال الضربة الأخيرة، ويفوز فريق البنك الأهلي بعد لقاء ماراثوني طويل، بعد التعادل 1-1 في عمر المباراة. ينجح محمد هلال وينجح جباسكي، محمد أبو جبل هو رجل المباراة بكل المعاني الحقيقة. محمد أبو جبل تصدى في الشوط الأول، تصدى في الشوط الثاني، تصدى في الثالث الإضافي وفي الرابع، ثم يأتي في ركلات الترجيح وينقذ كورة محمود وادي الصعبة، ويعود محمد هلال ويسجل الكرة اللي قدام حضراتكم في شباك عمر رضوان. راح معها عمر وعمل مجهود كبير طوال المباراة. سيداتي أنساتي سادتي، يتأهل من نصيب البنك الأهلي لمواجهة بيراميدز في دور الثمانية. كنت معاكم محمد البوشي، واستمتعت جدا بالتعليق على هذه المباراة، وأترككم في رعاية الله، وكل عام وحضراتكم بخير بمناسبة الأيام المباركة على الأمة العربية والإسلامية ومصرنا الحبيبة.